معنا هاتفيا من اسطنبول كاتب والمحلل السياسي سيد وائل العلوان، مرحبا بك. إذا انتهاكات نظام بشار الأسد لاتفاق سوتشي تتواصل عبر غارات النظام على إدلب، ما أهداف التي يريد تحقيقها النظام وحليفه الإيراني عبر هذه الخروق؟ نعم، أسعد الله مساءكم. طبعا أضحى من الواضح للجميع أن الأسد ألزم باتفاق سوتشي وألزم بوقف الحملة العسكرية على إدلب من قبل روسيا مع عدم إرادته الالتزام بها. يشاطره في ذلك طبعا حلفاؤه إيران وحزب الله. الأسد في نفس الوقت الذي لم يكن راضيا عن هذا الاتفاق وعن المصالح الروسية التركية كان عاجزا عن خوض المعركة منفردا. لذلك اليوم والأمس وقبل الأمس بشكل متواصل هناك انتهاكات، هناك قصف مدفعي، هناك بعض الغارات الجوية على ريف حما الشمالي، على ريف إدلب الجنوبي، على ريف حلب الشرقي والجنوبي. هذا كله انتهاكات واضح منها تماما أن الأسد يتمنى عدم الالتزام وحاول استفزاز الثوار، وهو يعلم أن المنطقة يعني تختلف الفصائل فيما بينها من حيث التبعية ومن حيث الأيديولوجية. يحاول استفزاز الفصائل لخوض معارك أكثر كما يقال شراسة وأكثر اتساعا. يحاول أن يصب جام غضبه وحنقه لإفشال هذا الاتفاق. طبعا مع عقد القمة الرباعية في اسطنبول لاحظنا ميدانيا أن حجم القصف وحجم غارات طيران ازدادت. ذلك طبعا أن الميليشيات الإيرانية، ميليشيات حزب الله، ميليشيات الأسد مستاء استياء كبير جدا من هذا التهميش الإقليمي والدولي لدورها أو لرأيها أو لما تدعي من سيادتها. طيب إذن ما الخيارات الآن التي تملكها أنقرة وموسكو لإجبار النظام وحليفه الإيراني الالتزام بالاتفاق؟ نحن لابد من ربط كل العوامل الإقليمية والدولية في خارطة واحدة. اليوم إيران مقبلة على تحدي كبير جدا، تحدي اقتصادي، تحدي سياسي كبير جدا مع فرض العقوبات الأمريكية ودخول حيز التنفيذ مع وجود الاستثناءات، لكن هناك مواجهة كبيرة. لا أظن أن الوقت مناسب لإيران أو للأسد لأن يدخلوا في عرقلة أكبر أو أن يخرجوا عن الإرادة الروسية التي تحمي الأسد وتحمي إيران حتى في المنطقة وفي الإقليم. في النهاية إيران لا تقوم إلا على التقسيم العالمي ما بين الصين وروسيا والتحالفات المقابلة للحلف الغربي. في النهاية الأسد لن يستطيع إلا أن يذعن للاعبين الأساسيين اليوم في القضية السورية وهم تركيا وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية. هم بصراحة وللأسف هم يطبخون الطبخة كاملة وتوزع الأدوار للتنفيذ دون أن يمتلك طرف دون الآخر طبعا الخيارات أو هامش الخيارات الكبيرة. طيب وزير خارجية النظام زعم أن مسلحي المعارضة لا زالون بأسلحتهم الثقيلة في إدلب، ما حقيقة ذلك مع تسيير روسيا وتركيا دوريات مشتركة في تلك المناطق؟ طبعا يعني تصريحات نظام الأسد عبر دبلوماسي إن كان وزير الخارجية أو نائب وزير الخارجية أو مندوبه في الأمم المتحدة تحمل طابع دائما إرضاء الشريحة الشعبية، إرضاء ما يسمى نفس الممانعة والمقاومة لمن ما زال يستغبيهم إن كان في الداخل السوري أو الداخل العراقي الموالي له أو الداخل اللبناني أو حتى الإيراني. يعني هو ما زال يصنع هذه الهالة الإعلامية التي يقتات عليها منذ 40 عاما، لذلك ليس لها كثير أهمية على المدى الاستراتيجي أو العسكري. أعلنت أنقرة وأعلنت موسكو أن الاتفاق ينفذ وبشكل جيد. موسكو عبر كبار دبلوماسيها أعلنوا رضاهم عن تنفيذ الفصائل وتنفيذ أيضا الاتفاق على الأرض، وهو مستمر ولن تستغني موسكو عن مصالحها مع تركيا أو تركيا عن مصالحها مع موسكو. طيب. وفي النهاية هناك إرادة إقليمية ودولية لتهدئة الوضع في سوريا والدخول في العملية السياسية دون العمل العسكري مجددا في الشمال السوري. نعود للحديث عن دور إيران، كيف ترى استبعاد إيران من اتفاق سوتشي ثم قمة اسطنبول الرباعية، ما أثر ذلك في مستقبل التحالف بين روسيا وإيران؟
يعني التحالف بين روسيا وإيران هو قائم على مصالح وقائم على تناقضات، هناك مصالح هناك تناقضات إن كان إقليمية أو سياسية. في التناقضات والمصالح السياسية هناك يعني بون أقل، وهناك مسافة أقرب تقرب روسيا من إيران، على خلاف الوضع الاقتصادي والوضع في سوق البترول وسوق الغاز. في النهاية النفوذ الإيراني في سوريا كما تراه إيران هو بعد استراتيجي لن تتخلى عنه بسهولة، النفوذ الميداني، النفوذ الإيديولوجي، الذراع الممتد نحو حزب الله ومرورا بالعراق وفصائل العراق. ربما هناك يعني محاولات إيرانية في المستقبل للمراوغة مع إسرائيل، مع القوى المختلفة من أجل الحفاظ على وجود مقبول نوعا ما، ليس بهذا الاتساع الكبير جدا. لكن في النهاية لن تستطيع أمام كل هذه التحديات إيران وأهمها العقوبات الأمريكية التي فرضت حديثا، لن تستطيع أن يكون لها سقف مناورة سياسي عالي بحيث أن تطلب أن تكون لاعب أساسي على الطاولة السياسية، إن كان في الاجتماعات الرباعية في إسطنبول، إن كان تلاها اجتماعات أخرى أو في اتفاقيات أخرى كسوتشي أو غيرها. شكرا جزيلا كاتب في من إسطنبول، كاتب والمحلل السياسي السيد وائل علوان.